تعريق هائل بمعرض الأساس في الإسكندرية، والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق. نشب منذ قليل حريق هائل في معرض الأساس في شارع القاهرة بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وبدأ الحريق بالمعرض بالميزان الأول ثم الميزان الثاني، وانتقل للدور الأول بالعقار المكون من 11 دور وميزانين، وأسفر الحريق عن تدمير الميزانين والدور الأول علوي شقة سكنية، وأصيب صاحب المعرض بحروق طفيفة واحتناق، وجاري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتوجهت 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية وسيارات الإسعاف وونش إلى مكان الحريق للعمل على إخماد الحريق وإنقاذ سكان العقار قبل امتداد الحريق إلى أدوار أخرى. بردا وسلاما على أهل الإسكندرية يا رب العالمين.